Dua-e Ramadan after perform the namaz. Welcome dear viewer. Please subscribe to my channel and press the bell icon. You will never forget any video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه على وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار فيما أنت من عليه وأدخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.